Jungle. الله، ريحة الشوربة. رمضان مرتبط دائما بريحة الشوربة. شوربة خضار، شوربة لسان عصفور، شوربة بلغل، شوربة فريكة. بدناش ننسى صحن الشوربة الرئيس على مائدة الإفطار، لأنه جسمي بحاجة إلى كمية من السوائل وبحاجة إلى الفيتامينات والمعادن والسكريات المعقدة اللي إحنا بنحتاجها بصحن الشوربة، واللي راح يديني شعور بالشبع وعدم تناول كمية كبيرة على الإفطار عشان أحافظ على صحتي وأقلل من زيادة الوزن اللي كتير من الناس بنصبوها في رمضان.